الموقف ده. لا ده موقف جميل جدا جدا جدا. علاقتك بكرة القدم؟ انا بحب بصراحه، انا بحب اتفرج على النادي الاهلي، وبحب اتفرج على، يعني انا كنت من اوروبا شويه، كنت تابع كنت تابع ريال مدريد، بس دلوقتي ليفربول بصراحه عشان محمد صلاح. خالص عشان بصري ما تشجعش ريال مدريد خلاص، هو محمد صلاح بالنسبه لك. بالظبط بالظبط. بتستمتع بيه في الحياه وفخر لينا كلنا ان احنا كل العالم بيتكلم عليه. بالظبط، احسن في العالم. هو سهل كل حاجه لينا، حسسك ان الصعب بقى سهل. حلو قوي الكلمه، هو سهل كل حاجه لينا. محمد صلاح كان بيطلع من نجريج لغايه المقاولين العرب، ايهاب كان بيجي من كفر صقر، نفس الكلام. احكي لي المشوار ده كنت بتمشيه ازاي؟ انا كنت باجي المواصلات من عندنا من كفر صقر، اركب لعند موقف العاشر، ومن موقف العاشر باجي للنادي الاهلي. ده كان بياخد منك وقت كبير، ساعتين لعند موقف العاشر رايح جاي، رايح جاي ساعتين رايح جاي، اربعه في اليوم. خلي بالكم الابطال بتخلق في الصعب، الصعب اللي هو عمله في حياته اي لاعب. قدامنا طبعا مثال حي قدامنا، كابتن ايهاب عبد الرحمن، ان الساعتين دول والساعتين دول هي الاراده والتحدي والتصميم وقتل الصعاب، بيخلص على كل حاجه. اتفضل يا كابتن ايهاب. فهو سهل كل حاجه، يعني اللي بقى صعب، يعني مثلا اي واحد دلوقتي، لا مش صعب ان انا اروح واكسب وابقى كويس. مع محمد صلاح عملها، يبقى احنا نقدر نعملها. احنا اكيد نقدر طالما هو قدر، يبقى الموضوع مش كان صعب، هو بس اصرار وشغل. وان كل واحد بيشتغل على موهبته وبيشتغل على نفسه وبيركز للحاجه اللي هو عايزها وما بيبصش حواليه، هي دي رقم واحد. هو عمل كده فالناس كلها بقت ماشيه كده. هي حلوه قوي كلمه تسهل علينا كل حاجه. بالظبط، هو خلاص. هو الصعب ان احنا مش كنا، يعني احنا كان بالنسبه لنا كريستيانو رونالدو ميسي، احنا محمد صلاح خلاص. النهارده ما تشوف كريستيانو وميسي في الملعب، كريستيانو ومحمد صلاح في الملعب النهارده هاتريك، افتخر. الناس كلها بتتكلم عن محمد صلاح ومفيش حد بيجيب احنا خلينا متفقين ان كريستيانو هو نجم كريستيانو كبير. طبعا عمل نجم كل كبير. حاجه نجم كبير. مفيش خلاف عليه طبعا، بس احنا ابننا وفرحانين بيه. صح، ابن بلدنا. بالظبط، ولينا حق. قول لي، لينا حق يعني اكيد نفتخر بيه، ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا.